صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد الله المعظمة، حرس الشرف
هو التاسع من حزيران لمسيرة بدأت بعهد وكل يوم تصدق فينا الوعد. إنها سيرة قائد وشعب آمنوا بأن كل يوم عمل وإنجاز. 25 عاماً لمسيرة متواصلة شيد فيها الأردنيون إلى جانبكم الكثير من المنجزات، واستطاع الأردن بكل حكمة وقوة أن يتجاوز الصعاب ويواصل البناء. وعلى عهد الهاشميين وبعزم الأردنيين يمضي الأردن بقوة شبابه وعزم أبنائه وبناته المخلصين. معكم رفضنا أن تكون الظروف من حولنا سبباً لتراجع المسيرة، ففي الأردن تعلمنا أن لا صوت يعلو على صوت التقدم والازدهار وحماية الوطن من الأخطار. حملتم الوطن إلى العالم، وكنتم الأكثر إقناعاً والأكثر حضوراً ودفاعاً عن صورة الإسلام وقضايا الأمة، فكان التقدير العالمي لكم مصدر ثراء للدولة وصورتها في العالم. اليوم نجدد العهد ونواصل المسيرة توحدنا للنهضة الغاية، نهضة ولدت من رحم ثورة ومنها كانت البداية. من الثورة إلى الدولة، حمل الأردن القيم والمبادئ ذاتها، فكانت لحظة شيدها الأردنيون إلى جانب قيادتهم الهاشمية. وها هو الجيش العربي المصطفوي والأجهزة الأمنية الأوفياء لهذه القيم، قيم الحق والعدالة والحرية وكرامة الإنسان. سيدي صاحب الجلالة، منذ اللحظة الأولى يا مولاي لتسلم جلالتكم السلطات الدستورية أوليتم القوات المسلحة الاهتمام والرعاية، فأنتم يا مولاي رفيق السلاح تخرجتم في صفوف هذه المؤسسة العريقة، تعرفونها وتعرفون واقعها ومتطلباتها. نستأذنكم سيدي صاحب الجلالة ببدء العرض العسكري. يشكل نشام موسيقات القوات المسلحة بأجسادهم شعار اليوبيل الفضي، وأناملهم تعزف فرحة الوطن بمرور 25 عاماً على تسلم جلالتكم السلطات الدستورية.
سيدي صاحب الجلالة، تتقدم الآن الأعلام والرايات مرفوعة عالية تحملها الجنود السور من نشام القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، حفرت في الصدور فكانوا لها خير الحافظين. علم المملكة الأردنية الهاشمية، علم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، علم مديرية الأمن العام، علم دائرة المخابرات العامة، علم قيادة سلاح الجو الملكي، علم قيادة القوة البحرية وزوارق الملكية، علم اليوبيل الفضي، أعلام نحرسها بأهداب العيون لنبقى خفاقة عالية في سماء المجد. يتقدم دراجو الشرطة العسكرية الملكية يشكلون الرقم 25. سيدي صاحب الجلالة، تشاهدون الآن دخول الخيالة والهجانة من قيادة الحرس الملكي الخاص ومديرية الأمن العام التي تمثل النواة الأولى لتشكيل الجيش العربي. هذه الخيل التي في نواصيها الخير، هذه العاديات ضبحا والمغيرات صبحا. هي الخيل يا مولاي ما علت على خيوله فوارس إلا والسيف مسلول لنصرة. سيدي صاحب الجلالة، قد تطلعتم يا سيدي إلى بناء قوات مسلحة عصرية وحديثة تتمتع بمرونة عالية وقدرة كبيرة على الحركة ومواجهة التحديات الاستراتيجية والمتغيرات. قوات مسلحة تحافظ على قيمها العسكرية وفية لتاريخها العسكري وتضحيات شهدائها. سيدي صاحب الجلالة، تتقدم الآن كوكبة من أبناء الجيش العربي والأجهزة الأمنية يسيرون أمام المنصة ورؤوسهم يا مولاي مرفوعة عاليا ومعنوياتهم تعانق السماء. أقسم بالله يمينا أن يبقوا جند الوطن الأوفياء. الآلية العاملة في القوات المسلحة المتشبثون بالأرض، لواء التدخل السريع عالي الجاهزية كما تشاهدون الآن قفزا نضاليا حر من قبل قيادة قوات الملك عبد الله الثاني الملكية الخاصة أمام المنصة، يحملون أعلام الوطن. وحدات الدروع العاملة في القوات المسلحة أسود الأرض.
سلاح المدفعية الملكي، ليوث الوغى وفرسان الهيجة ومطر الصحراء. سلاح الجو الملكي سقور السماء، القوة البحرية والزوارق الملكية حماة مياهنا الإقليمية. نشميات الجيش العربي هي الطبيبة الماهرة والممرضة المتمرسة والمهندسة البارعة والجندية المخلصة في كل الميادين. تتقدم الآن كوكبة من مديرية الأمن العام، والتي يتبع لها الوحدات الشرطية، العين الساهرة على أمن الوطن. قيادة قوات الدرب، سياج الأمن الداخلي. مديرية الدفاع المدني، والتي حرصتم يا مولاي على تطويرها وتمكينها لتبقى سريعة الاستجابة. قيادة الشرطة النسائية هي نشمية الأمن العام يملأها الفخر، وهي حريصة على أمن الأردن. سلام على تلك الزنود القابضة على السلاح، والعيون التي تسيج الوطن عزا وأمنا، والقلوب التي ملئت ولاء وانتماء للأردن الأعز والأغلى. سلام عليكم أبناء الجيش العربي والأجهزة الأمنية، عاملين ومتقاعدين. سيدي صاحب الجلالة، على يمين المنصة أسود حرس الحدود يحمون الوطن من كل تهديد، وكوادر المستشفيات الميدانية والإنزالات الجوية الذين يؤدون الواجب الإنساني تجاه أشقائنا في قطاع غزة، وقوى مكافحة الإرهاب الذين يصلون الليل بالنهار لحماية هذا الوطن من الخطر. هم كما قلتم يا سيدي الأصدق قولاً والأخلص عملاً. أستأذنكم سيدي صاحب الجلالة أن أطلب منهم الوقوف لنحييهم جميعاً. هؤلاء يا مولاي نماذج أصيلة لكل الأردنيين ومنتسبي نشام الجيش العربي والأجهزة الأمنية. هو وطن حوطناه بالدعاء لا بالماس والذهب. سيدي صاحب الجلالة، نشاهد الآن العرض العسكري للآليات المستخدمة في الجيش العربي والأجهزة الأمنية تمر من أمام المنصة. آليات على مستوى عال من التحديث والتطوير لتواكب العصر تسليحاً وتدريباً، فكان ما أراد جلالتكم لهذه المؤسسة العريقة. تتقدم مولاي آليات القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية محمولة على ناقلات الدبابات نوع ماك، دخلت الخدمة عام 2024، ونوع أوشكوش دخلت الخدمة عام 2018. تتقدم سيدي ناقلة الجنود المدرعة المجنزرة ميم 113، تتسلح برشاش عيار 12.7 مليمتر. ناقلة الجنود المدرعة المجنزرة واي بي آر، تتسلح بمدفع رئيس عيار 25 مليمتر، دخلت الخدمة عام 2012.
الجنود المدرعة المجنزرة نوع ماردر تتسلح بمدفع رئيس عيار 20 مليمتر دخلت الخدمة عام 2017. تواريخ التو المحسن مضاد للدروع محمول على ناقلات ام 901. آلية الفولكان تتسلح بمدفع سداسي السبطانات عيار 20 مليمتر لمشاغلة الاهداف الجوية والارضية. ناقلات الهاو تستخدم مع وحدات المشاة الآلية وترمي بقارب هاو 81 مليمتر. ناقلات القيادة والسيطرة 577 تتقدم الآن. مولاي الدبابات المستخدمة في القوات المسلحة الأردنية يتقدمها دبابة ميم 60-3. دبابة قتال رئيسية تتسلح بمدفع عيار 105 مليمتر محلزل وتمر معها سيدي دبابة جلالتكم عندما كنتم يا مولاي قائدا للسرية الثانية بكتيبة الأمير فيصل بن الحسين الدبابات 17 وتحمل نداء 9-2. دبابة الحسين شالنجر 1 دبابة قتال رئيسية مجنزرة مسلحة بمدفع عيار 120 مليمتر محلزل دخلت الخدمة عام 2000. دبابة سنتارو دبابة قتال رئيسية مدولبة مسلحة بمدفع رئيس عيار 105 مليمتر محلزل دخلت الخدمة عام 2021. دبابة زايد دبابة قتال رئيسية مجنزرة نوع الكلير مسلحة بمدفع 120 مليمتر أملس دخلت الخدمة عام 2020. سيدي وقد أدخل حديثا منظومة الدفاع الجوي الميداني سكاي ستورم أردنية الصنع من إنتاج المركز الأردني للتصميم والتطوير تعمل على الكشف عن الطائرات المسيرة والتشويش عليها تغطي مساحة دائرية تبلغ 15 كيلومتر أدخلت الخدمة عام 2021. حاملة مدفع ذات الحركة M109 يتسلح بمدفع عيار 155 مليمتر يبلغ مدى 18 كيلومتر. مدفع ذات الحركة 8 إنش M110 يتسلح بمدفع عيار 203 مليمتر ويبلغ أقصى مدى له 30 كيلومتر. سيدي صاحب الجلالة كما أدخل عام 2024 منظومة التيرا هوك تا
تعمل على التشويش ومقاومة الطائرات تتسلح بمدفع يار 30 مليمتر. آلية الشلكة تتسلح بمدفع رباعي يار 23 مليمتر، تستخدم لمقاومة الأهداف الأرضية والجوية. آليات الهاسكي وآلية تطهير الطرق وكاسحة الألغام ماين وولف تستخدم لتطهير الطرق والألغام، دخلتا الخدمة عامي 2020 و2023. راجمة الصواريخ WM-80 تتسلح بصواريخ عيار 273 مليمتر ويبلغ أقصى مدى لها 83 كيلومتر، دخلت الخدمة عام 2008. راجمة صواريخ SR-5 تتسلح بمنصة إطلاق صواريخ متعددة 122 230 و300 مليمتر، يبلغ أقصى مدى لها 150 كيلومتر، دخلت الخدمة عام 2023. راجمة صواريخ هاي مارس تتسلح بصواريخ عيار 227 مليمتر ويبلغ أقصى مدى لها 84 كيلومتر، دخلت الخدمة عام 2011. مدفع 105 مليمتر مجرور بآليات الهمر يبلغ مدى 17 كيلو 500 متر، دخل الخدمة عام 2019. مدفع هاون 120 مليمتر مجرور بآليات اللاند كروز يبلغ أقصى مدى له 7 كيلو 700 متر، دخل الخدمة عام 2007. مدفع هاون العقرب 120 مليمتر يبلغ أقصى مدى له 8 كيلو 100 متر، دخل الخدمة عام 2017. رادارات الكوبرا وTQ 37 وTQ 38 تمر الآن مولاي طائرة منظومة شاهين المسيرة، منظومة استطلاع جوي مسلح، دخلت حديثا الخدمة عام 2024 في سلاح الجو الملكي، تحلق لمدة تتجاوز 24 ساعة، ولديها القدرة في التعامل مع الأهداف الثابتة والمتحركة باستخدام الأسلحة الذكية الموجهة، وتعتبر سلاح استراتيجي للدولة الأردنية. سيدي صاحب الجلالة، تتقدم آليات القوات المسلحة من أمام المنصة، مصنع جزء منها في المركز الأردني للتصميم والتطوير الجودبي، ومعها آليات الأمن العام والمخابرات العامة على أهازيج تتغنى بالجيش. ومرحب يا قايدنا من فخرنا بك وعلينا بيارقنا، اتعلمنا حبك يا الوطن من يوم ما خلقنا، وشربنا يا الهاشمي حبك مع المية، هو جيش أبو حسين يا رب تنصر جيش أبو حسين، جيش أبو حسين يا رب تنصر.
في حضرة الجيش تتجلى الهيبة والشموخ، ويحضر العنفوان والمجد والكبرياء، وتنبلج العظمة والوقار. رجال الجيش العربي الباسل الذين تنحني لهم الهامات إجلالاً وإكباراً، فهذا الجيش المصطفوي هو السيف والدرع العربي الهاشمي. سيدي صاحب الجلالة، تحلق الآن تشكيل طائرات عمودية تابع لقيادة سلاح الجو الملكي، مكون من 3 طائرات بيل 505 دخلت الخدمة عام 2023، و6 طائرات بلاك هوك دخلت الخدمة عام 2006. كما يحلق سيدي أيضاً طائرات مجنحة تابعة لسلاح الجو، مكونة من 3 طائرات إير تراكتور دخلت الخدمة عام 2014، و3 طائرات جروب دخلت الخدمة عام 2016، وطائرة C-130 وطائرتي PC دخلت 21 دخلت الخدمة عام 2017. وتحلق مولاي طائرات F-16 مشكلة الرقم 25 بزاوية 45 درجة. سيدي صاحب الجلالة، سنبقى على العهد معكم لتستمر المسيرة ويستمر الإنجاز. هم أبناء الجيش والأجهزة الأمنية، يبثون الطمأنينة فينا، يحمون المسيرة، يحملون راية الوطن، ويفتدون الأردن أرضاً وسماءً وتراباً. يسرنا أن نبادل شعبنا العزيز شعور الغبطة. فإن هذا اليوم لهو من أعظم أيام الإنسانية. ثقوا أنني دائماً معكم بروحي وعقلي، ولخدمتكم أتأهب. من حضرات ركاب طائرة ملكية أردنية، أنا منكم ولكم جميعاً محبة وعطاء دون تمييز ولا استثناء. اهلا وسهلا بكم في حفل تخريج الجامعه. نستأذنكم سيدي صاحب الجلاله التفضل بإلقاء كلماتكم بهذه المناسبه الغاليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 25 عاماً منذ أن توليت أمانة خدمة هذا الوطن الأردن الغالي بأرضه وأهله، وأنا أرى فيه رجالاً ونساءً وشباباً بجباه مرفوعة وهامات عالية وقيم أصيلة. أرى فيهم شجاعة الجندي الذي سارع نحو الحدود لنجدة أم وأطفالها ليصلوا بر الأمان، وإنسانية الطبيب الذي لم يتردد ولو للحظة عن مساندة أشقائه تحت القصف ووسط المعارك. أرى إخلاص معلم أدى أنبل رسالة ليبني جيلاً، وإصرار شاب بادر وأنجز ليبني الوطن. وفي كل مكان في هذا الحمى الطيب أرى تضحية آباء وأمهات لم يدخروا جهداً لرفعة أبنائهم وبناتهم. أرى ذاك الأردني الذي ثابر وتميز، الذي هب وقت الشدائد وانتصر لأخيه المظلوم، وآوى من جاء إلينا طلباً للأمان، وكان خير من دافع عن قضايا أمته فاستشهد من أجلها، وهو الذي تعلم الرجولة والشهامة في صفوف قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية. وحمل شرف التضحية ونال منا جميعاً الوفاء والتقدير. أرى رجالاً ونساءً بنوا وصنعوا وابتكروا ورفعوا اسم الأردن عالياً أينما كانوا. هذا هو الأردني الذي أعرفه وأباهي به العالم بفخري الواثق بشعبه، شعب نال احترام الأمم بمواقفه ومبادئه وإنسانيته وأخلاقه النبيلة. الأهل والعزوة، أقف اليوم بينكم
بعد مسيرة ربع قرن 25 عاما لم تخلو من التحديات، لكنها زخرت بإنجازاتكم في مرحلة عصفت الأحداث في العالم، وواجهنا خلالها وإياكم تبعات حروب وأزمات توالت لم تشهد المنطقة مثلها. فكانت هويتنا الوطنية الأردنية وستبقى مصدر ثبات وقوة تجمعنا في مواجهة الأخطار، وبها حمينا مسيرة الدولة والمجتمع، وخلف الراية توحدنا في وجه الخوارج وأصحاب الفتن، وتجاوزنا فوضى الإقليم، فكانت حماية الأردن من نيرانها أولوياتنا، ولم نتردد يوماً بثقة بينينا، وطورنا واجتهدنا، نجحنا وأخطأنا، وحرصنا دوماً على التحديث وتصويب العثرات حتى لا نحيد عن أهدافنا وطموحاتنا. ولن نتردد بعزيمتكم، صمدنا أمام أصعب الاختبارات، وأثبتنا وإياكم أن هذا البلد قوي عصي على كل المصاعب، وبقي الأردن صلباً منيعاً لا تغيره الظروف، وكان أول الحاضرين دوماً عند الواجب. كل ذلك هو مصدر ثقتي بالأردن، وكل إيمان أننا نستطيع برؤية واضحة أن نمضي بثقة نحو المستقبل الذي نستحق دون تردد أو خوف أو تخاذل. النجاح اليوم يعتمد على المواهب والكفاءات والقدرات البشرية، والأردن غني بطاقاته الشبابية، بإمكانياته وخبراته وعلاقاته الاقتصادية مع العالم. لدينا آفاق واسعة لزيادة الاستثمار في شتى المجالات والقطاعات الواعدة. أمامنا جميعاً مسؤولية التحديث الشامل وإطلاق إمكانيات اقتصادنا خلال السنوات القادمة لأردن تتعزز فيه الفرص وتتعاظم فيه الإنجازات لأجيال الحاضر والمستقبل. وكل ثقة أن الأردنيين على قدر المسؤولية في مواصلة التحديث والبناء لمستقبل أعظم.
السياف يا أبو السياف. إخواني أخواتي، أقف اليوم بين شعب عظيم شامخ تشرفت بأمانة خدمته، وكل فخر بأن أكون أردنياً. فالأردن هو إنجاز في أقصى الظروف، ومثابرة في أصعب الأوقات، وثبات على الحق في أشد المواقف. هذا هو الأردن الذي إليه ننتمي، الأردن الذي بنيناه معاً. واليوم أشكركم، فقد كنتم دوماً إلى جانبي. أستمد من أسرتي الكبيرة على امتداد هذا الوطن العظيم الإرادة والتفاؤل. ومن أسرتي الصغيرة المحبة والقوة، وأعهد لكم أن يبقى الأردن حراً عزيزاً كريماً آمناً مطمئناً. على العهد ماضون وإياكم، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أني نظرت نفسي لخدمة الشعب الأردني الوفي الذي اعتز بالانتماء إليه.
منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والتي تشكل حافزاً للنهوض اقتصادياً في منطقة العقبة، وتعزز موقعها كمركزاً استثمارياً سياحياً وصناعياً. افتتح مستشفى الملك المؤسس جائزة المدرسة المتميزة لمدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز في المملكة. صاحبة الجلالة، بتكريم جائزة المعلم المتميز حصل على المركز الأول المعلمة. فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بحضور عدد كبير من ممثلي. ومنذ تأسيس جامعة الحسين بن طلال دارت عجلة دور الشباب كشريك حقيقي ومؤثر في الحياة. المنبر بشكل مطابق للمنبر الأصلي جاء بتوجيهات من جلالة بيترا جوردن. أظهرت الإرادة الملكية السامية اليوم باختيار صاحب السمو الملكي الأمير حسين بن عبد الله وليا للعهد. تحتضن جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية أول مفاعل نووي بحثي في المملكة. التوصيات المتعلقة بالتعديلات المقترحة على الدستور التي وضعتها اللجنة الملكية. الحجم الجديد للمسافرين في مطار الملكة علياء الدولي. مشروع ضخم مياه الدي سي. وليكون إضافة جديدة لقلب العاصمة عمان. Nominees are from Jordan, Thebes. أول ميدالية ذهبية أولمبية في تاريخ الأردنية بالفوز العريض. Honoring the 2018 laureate, His Majesty King Abdullah II. كما أعلنوا اليوم انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الغمر والباقورة. COVID-19 can be characterized as a pandemic. وبمناسبة ذكرى مئوية تأسيس الدولة الأردنية التي تحكي قصة وطن بني بأجل تحديث المنظومة السياسية. التحديث الاقتصادي رؤية تأتي في سياق التحديث الشامل للمسارات السياسية والاقتصادية. التاريخ واكتبوا المجد. لم يوصف الأردن بأرض العزم عرضا، فقد أثبت الأردنيون مرارا أنهم إن أرادوا فعلوا. وبإذن الله واصلوا معكم حمل الأمانة، فأنتم أهل العزم ومن أرض العزم، ومنكم تأتي العزائم.
معه وبه إنا ماضون، فلتشهد يا شجر الزيتون، قد أحببناه وبايعناه، وزرعنا الراية في يمناه، وحلفنا بتراب الأردن بأن يبقى فالكل فداه. لعيونك كل أغانينا يا وطنا مزروعا فينا، برموش الأعين سيجناك وأودعناك أمانينا. ومعا أقسمنا أن نبقى يا وطني أبدا أحبابا، ماء وسماء وترابا، ودما وزنودا وحرابا، فلتشهد يا شجر الزيتون أنا معه وبه ماضون. Yeah.
عتباتنا الفجر الجميل وفوق جباهنا المجد الأصيل. لنا التاريخ من أيام نوح وحاضرنا حكايات تطول. بنهضتنا رفعنا صرح عز فزانت في مواسمنا الفصول. طفيلتكم أنا عند الحتوف وما نسيت معاركنا سيوفي. لذا سميت فخرا هاشمية بها زانت على الدنيا حروف.
وأنا إربد أشد عرى انتمائي، عروس للشمال على بلادي. فإن تسأل عن الأمجاد يوما فسل حوران في يوم الحصاد. أفقت على جيوش تبشر بالعروبة في بلادي، فمني جذوة النور استنارت لتملأ موطني في كل وادي. Let's go!
أنا كرك الرجولة والقلاع على شيحان قد كان التماعي بمؤتة قد أتم الدين صحب فإني السيف والعليا ذراعي. سيدة العبير وموسيقى البلابل والطيور على سفحي بياض الثلج نور وفي الغابات تاريخ العصور. المفرق الغراء حصن منيع درة وسط الفلات تمد على ربى الأردن كفا عزائمها رجال المكرمات.
مرحبا ويا هلا منين الركب من وين اقبل علينا الغالي ويا زين تقبال حنا نشام الوطن حنا جنود ابو حسين ربع الكفاف الحمر والعقل ميال ريح المرجل منتهم حيث هو العطر النيلي يا بلادي قومي وهللي لا لا تودي من الأجوادي سواي بحر ومن مائي يضوع اليوم عطر على شطاني الغراء قامت ممالك حفها في الخلد ذكر والبهاء بمدرسة المعارف والبناء رجالي من سواهم للمعالي إذا نادى لنجدته السخاء
عرش الطبيعة والنضارة، لأهل الشعر قد كنت المنارة، على حجري مسارحهم أقيمت، وفي أرضي بنيت لهم حضارة. وفي قلبي تراتيل النشيد. Yeah.
لأني ما دبا صنو الحياة ثممت على الشموس الساطعات يؤذن في الكنيسة للتآخي فيسعى الناس من أجل الصلاة حطت بقلبي نار يا ناس بتقيت ما ظني طفيها غزر السحاية الجلال وموال المحبة والجمال إلى قلبي توافدت البرايا وفي روحي مقامات الرجال فيا لله كم جمعت خلقا على الإيثار من عم وخالي Oh,
اطير لو اقدر اشوف اللي تشوفه بعيونك من فوق ومسي عالبلد واهاليها وبقلبي اخليها عطول الزمان. والعشقين غنوا لترابا كل يوم لعيونك يا أردن سلام. انت الوفا والوفا هدي سنكون كما كنا دوما بإراسا للحق سنسير معا نحو المجد خطوات بالعزم تليق تسهو بالحب معانينا بحماة. يا طير لو اقدر اشوف اللي تشوفه بعيونك من فوق ومسي عالبلد وهاليها وبقلبي اخليها عطول الزمان. زي الشجر زي السماء زي القلب من هون ومجد وأحلام وذاكرة تطول ليبقى في سماء المجد شمسا يعمر مجده شعب أصيل. بعبد الله سيجنا حماه وطيب الفرع ترويه الأصول مسارات صنعناها لترقى وفي رغدان يكتمل الوصول. شكرا سيدي صاحب الجلالة. شكرا سيدتي صاحبة الجلالة. بعون الله بعزم عبد الله
يمضي الأردنيون لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار. دام الوطن ودامت أعياده، وكل عام وأنتم بخير.